اليوم كلاش رواية نزلت الموج جديد، يعني تبع الحدث يلي كان منتظر واللي أعلنت عنه فيديوهات سابقة تبع الأحداث المتوازنة تبع كلاش رويال. وطبعا هاي الحدث بعنوان بلاك أوت، يعني راح تلعب في ساحة فجأة بينقطع فيها النور. يعني أنت وحظك، أنت وخبثك في هاي التشكيلات، يعني راح تكون غدر مثل البطاطا أنت تفكيرك. وكيف راح تكون؟ راح نجرب مع بعض هذا الموت. فقبل ما نبدأ، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة عشان نوصل 5000 مشترك، وإن شاء الله راح نعمل بطولات مع بعض. وطبعا اللينك تبع قناة تليجرام موجود في أول تعليق مثبت، فلا تنسوا إنكم تدخلوا عشان تحصلوا كل أخبار وكل ما يتعلق بكلاش رويال، من حيث الأحداث، من حيث المسابقات المعلنة من عندي أو من عند كلاش رويال. ويلا بينا على طول، هلا راح نجرب 2 ضد 2 ونشوف كيف راح يكون حظنا. فلا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، ولو في عندك أي تحدي أو أي تعليق اكتب لي في الكومنت. القناة قناتكم، ويلا بينا على طول. شوف مثل ما تشوفون، طيب هلا انقطع البث، ما عارفين ايش صاير. شكله نزل الأميرة الصغيرة. أوه المقبرة، حلو. اوكي صديقي عنده الاكسير كوليكتر. لا لك شو المقبرة. اوكي تخلصنا من ملك سكيليتون، وهو تخلص من ماس كتير. حلو اخذنا ضرر جدا رهيب. نسيت اني نزلت الفاير كراكر. اوكي فعنا برج الملك بالغلط، صراحة مود مرة مرعب. شوف يلا 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 يلا. اوكي يمكن مع الاكسير كوليكتر راح نقدر نعمل فرق. اوكي لا 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 يا رب يسوي شغلة حلوة. اوكي رحنا فيها، حلو. تعال 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 يلا. لك شوف. اوكي يا رب. يا صديقي ايش المعمل تبع الاكسير كوليكتر؟ يلا برج الجوبلين سوي ضرر، حلو. لا 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 اكيد اتلخبط، يعني بتلعب الجولم هي هدايا. يا ربي صراحة راح تكون جدا مفاجأة الخصم لما يرجع تيار وجي جي راح البرج. ماني عارف اذا كان الخصوم استفزوا او يمكن نوعا ما قرفوا من هالمود، راح البرج وشكرا. يعني الخصوم يعني جدا استسلموا لانهم انتصار سهل على فكرة، تشكيلة جدا مرعبة ومود رائع للغاية. يعني فكرة الحدث جدا مستفزة، يعني انت وهجومك، انت وصديقك، انت وتشكيلتك، انت استغلالك لحسن انقطاع التيار. انا ماني عارف مين بيجيب الافكار هاي لشركة كلاش رويال، او شركة سوبر سيل عفوا لكلاش رويال. صراحة هاي مجنون مجنون كهرباء. يلا يلا يلا. اوكي ما عندي برميل جوبلم الاول، ماني عارف ايش راح ينزله. سامع صوت بيكا، ميني بيكا ميني بيكا. اوكي نزل ماس كتير من الخلف. اوكي في هنا راح نربح راح نربح راح نكسب. اوكي شوفوا الضرر، برميل الجوبلين رميته اكيد يعني بيلاحظ. بصراحة دمار شامل، عنده اكسير كوليكتر. يعني الاشي اللي لاحظته قبل ما ابدا اسجل الفيديو، الكل راح يلعب الاكسير كوليكتر خاصة في الهجمات المعاكسة في اخر لحظة، فهي راح تكون نقطة قوة عشان تقدر انك تصد الهجمات وعشان ما يفقوا بيها. طيب 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 ايش هذا ايش هذا؟ لا 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 انا ماني عارف ايش نزل وكيف راح تكون بطاقات. حلو خليني ننزل الماجيك ارشر من الخلف عشان نتخلص من الساحرة تبع الخفافيش. حلو تخلصنا من الخفيفش. حلو يلا
انا مستني برميل جوبلن، خلينا نحطه تسلا عشان دافع بيها. والله مود تقييمي له 7 من 10. انا حاسس، يلا 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 يلا، وين الكهرباء؟ حلو، شوف شوف، يعني قبل ما يبدأ في انقطاع الكهرباء بيعمل مثل البرق. لا 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 لا، شكلي سويتها غلط. لا 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 لا، 2 جولم اكسير. حلو، رحنا فيها، نحطوا تسلا دفاع. ماني عارف ايش مع الارشر، يعني الارشر لحالها بتدافع. حلو، طمنونا يعني، رجعوا الانوار من فضلكم عشان ما انا عارف ايش راح اسوي. راح البرج، لا دافع. اوكي راح نرمي برميل جوبلن بعد ما رجعت الانارة، اسف. هذا البرج الثاني، عفوا. انا عارف انا عارف، شوف شوف، بصراحة ضغط اسطوري انصحكم بهي التشكيلة. ايضا تشكيلة الخصم يعني ما هي سيئة، خاصة الاكسير كوليكتر راح ينفع. بعض البطاقات المنسية راح تكون جدا مفيدة في هاي التحدي. طبعا لو وصلت لهي مقطع من الفيديو فانت اسطورة. يلا يلا شباب، ارفعوا اللايكات والاشتراكات والكومنتات، بصراحة مود جدا رهيب. خلينا نجرب مع اخر محاولة ونشوف كيف راح يكون حظنا. مثل ما قلت لكم تقييمي 7 على 10 هي المود، يعني بصراحة جدا رهيب. على فكرة راح يبقى معنا 20 يوم، 20 يوم من العذاب والاستفزاز، 20 يوم انت وعقلك كيف راح تخمم. طيب كيف كيف هلا؟ اوكي، برميل جوبلن وهو اكيد منو عارف. حلو، دافع للأمانة، دافع. اوكي رام رايدر من الخلف، اوه انقطع يا عم، ليش هالسينما يعني؟ لا في 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 في، رحنا فيها رحنا فيها حرفيا. بيبي دراجون شال البرج لحاله. لا 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 لا، اوكي حلو، هلا بنبني هجمة، سوينا نفس الضرر ورحنا فيها مرة أخرى. يا رب ما تنقطع الكهرباء حتى ننزل ميني بيكا عشان نشيل ميجا نايت. حلو، خلصنا منه. اوكي هلا، اوكي رمينا برميل الجوبلن صديقي. لا، ولك كنت قادر انك تنزلها، كنت قادر انك تنزلها مع الجوبلن. اوكي راح ناخذ ضرر كبير وطار البرش. ذكاء صديقي جدا مرعب. على فكرة انا قادر يعني اشوف فاير كراكر في الظلمة. صديقنا الهجمة عنده الايس ويزرد، نسيت ايش معه. رجعت الانوار، هي مثل شركات الكهرباء اللي بتنقطع في اوقات ما لها اي داعي. فالكيري من الخلف، يلا يلا شيل 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 شيل. حلو، اوه حلو، شلنا الاول. لا 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 لا، ندافع برميل. يا عمي ايش بتسوي ايش بتسوي، فهمني. حلو، رحنا فيها رحنا فيها رحنا فيها. لك شوف شوف ليفل 11 ومعها قفزة لولبية. لا 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 لا، بصراحة استفزاز استفزاز استفزاز. هاي المود جدا خارة خارة، لكن بشكل إيجابي لما تكسب طبعا. أوكي دفعنا دفعنا بشرف.
حلو، هي كانت معنا تجربة المود، جدا خرافية بس مجنونة. طبعا شباب أتمنى يكون عجبكم، أعطوني آراءكم لو جربتوها. هاي تشكيلتي في الواحد ضد واحد، وهي تشكيلتي في الاثنين ضد اثنين، بس يعني شلت البيبي دراجون وعوضتها بالبيكا عشان يمكن نصد الهجمات مثل الميجا نايت، أو نشيل أي عقبة من قدامنا ونعمل هجمة أسطورية. أتمنى يكون عجبكم مقطع فيديو اليوم. شباب نفتح الصندوق. حلو، هذا ما طورنا برج الكانونير. حلو، وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا تكتبوا لنا كومنت، ادخلوا قناة تليجرام عشان توصلكم كل أخبار حصرية. شكرا على حسن المتابعة والسلام.